صباح الخير يا أول، خلينا نكمل يا أول درسنا الآحاد والعشرات. الآحاد والعشرات حكينا عنا 4 42، حكينا عنا 42، حكينا وين أول بيت انبنى؟ الاثنين. أول بيت انبنى الاثنين، الاثنين شو بسميها؟ آحاد. طيب تاني بيت انبنى الأربعة، الأربعة شو بسميها؟ شو بسميها يا أول؟ عشرات. إذا عندنا أول بيت انبنى شو؟ الاثنين. جود أول بيت انبنى شو؟ الاثنين. تاني بيت انبنى شو؟ الأربعة. أول بيت انبنى بسميه آحاد اللي هو الاثنين، تاني بيت انبنى اللي هو الأربعة، اللي هو إيش؟ الأربعة. من وين ببدأ؟ من اليمين، من الإيد اللي باكل فيها. حكينا أول بيت انبنى هيو الاثنين، وتاني بيت انبنى الأربعة. الاثنين بسميها آحاد والأربعة بسميها عشرات. طيب يا أول ركزوا معي، عندي ثلاثة اثنين وثلاثين، عندنا اثنين وثلاثون، اثنان وثلاثون، اثنان وثلاثون. لما أحكي لك شو هي القيمة المنزلية، لما أحكي لك شو هي القيمة المنزلية، بتحكولي بتنزلي لي الاثنين ايش يا اول؟ احاد. شو اول بيت انبنى؟ الاحاد. الاثنين شو بسميها؟ احاد. بنزل الاثنين، شوفوا شو بعمل، بحط زائد، بنزل الثلاث، شو بحط جنب الثلاث؟ صفر. شو بحط جنب الثلاث؟ صفر. وين الاحاد؟ الاثنين. وين العشرات؟ الثلاثون. وين الأحاد؟ الاثنين. هاي الاثنين نزلتها، الاثنين أحاد، الاثنين إيش؟ أحاد. والثلاثة شو؟ عشرات. والثلاثة شو؟ عشرات. بنزل الثلاثة وبحط جنبها صفر. خليني أعيد من أول وجديد. عندي مثلا 52، 52. وين الأحاد؟ الاثنين. وين العشرات؟ الخمسة. الخمسة شو بحط جنبها؟ صفر، لأنها إيش؟ لأنها عشرات، والعشرات شو بتاخد؟ صفر. العشرات شو بتاخد؟ صفر. الاثنين لحالها هيها، بنزل الاثنين آحاد زائد خمسة، بنزلها وبحط جنب الخمسة صفر. ليش بحط جنب الخمسة صفر؟ لأنه الخمسة عشرات. إذا العشرات شو دايما بتاخد يا أول؟ صفر. خليني أشوف واحدة ثالثة. عندي 96، 96. وين الأحاد؟ يلا بسرعة يا أول، وين الأحاد؟ الستة. وين العشرات؟ التسعة. الستة الأحاد، التسعة العشرات. الستة أول بيت انبنى، وتاني بيت انبنى التسعة، التسعة بسميها عشرات، والستة أحاد. الأحاد بتضلها لحالها لأنها إيش؟ لحالها، ما بتحب حدا يكون جنبها. بنزل التسعة وبحط جنبها صفر. التسعة شو هي؟ عشرات. العشرات دايما شو بتاخد؟ صفر. نشوف واحدة رابعة. عندي 92، الآحاد بنزلها زائد تسعة وبحط جنب التسعة صفر. ليش؟ لأنه العشرات شو بتاخد؟ صفر. إذا شو إحنا إيش نستنتج يا أول؟ نستنتج إنه العشرات دايما شو بتاخد؟ صفر. العشرات شو بتاخد يا أول؟ صفر. العشرات شو بتاخد؟ صفر. الآحاد بتاخد صفر؟ الآحاد ما بتاخد صفر، دايما العشرات اللي بتاخد صفر. هاي عنا 92، هذا شو العدد؟ 90. وهذا شو العدد؟ 2. لما أقرأها طلعوا كيف بقرأها؟ 92، 92، 92، 2 هايها لحالها و90 هايها. فهمتوا يا أول؟ يلا نعيد، نعيد. عندي 87، 87، 87. التمانين شو هي يا أول؟ عندي هاي السبعة، سبعة زي ما أنا بقرأ بنزل، سبعة زائد تمانين. كيف التمانين؟ هيك، مش تمانين، تمانية جنبها صفر. العشرات شو دايما بتاخد؟ صفر. العشرات شو دايما بتاخد؟ صفر. خلينا نشوف كمان واحدة. عندي 33، وين الآحاد؟ ثلاثة. أول بيت انبنى، وين العشرات؟ ثلاثة برضو. تاء
تاني بيت انبنى بسميه عشرات، والعشرات دايما بتاخد صفر، العشرات دايما بتاخد صفر. جود الآحاد بتاخد صفر؟ لا، بس العشرات كيف بقرأها؟ 33، 33، 33. الثلاثة بنزلها آحاد، بتضل الآحاد لحالها، والثلاثون كيف؟ هيها 33، 33. العشرات دائما بتاخد صفر. يلا أمير، 46، 46. اعمل لي القيمة المكانية إلها. لما أحكي لك اعمل لي القيمة المكانية إلها شو بتحكي لي؟ بنزل الستة، الآحاد، الآحاد دايما لحالها وما بتاخد صفر، بحط زائد. الأربعة العشرات، العشرات شو بتاخد؟ صفر. كيف بقرأها؟ 46، 6 هيها وهذا 40، 6 وهي إيش؟ 40.